و ممكن نتكلم بجرأة شوية، أكلمكم بصراحة اه بجد، يلا بصراحة أكتر. الشيخ طه إسماعيل كان عامل معايا النهاردة مداخلة في الراديو، فبسأله في مشكلة منتخب مصر، قال لي ما تستناش إن إحنا يحصل نوع من أنواع التطور. فقلت له ليه؟ قال لي عشان خاطر لعيبة نص الملعب عندنا في مصر غير متطورة. وجابها لي من الآخر، قال لي أنا مش هقول لك أسماء، بس من الآخر إحنا لعيب الكرة عندنا بياخد الكرة من الباك يسلمها للباك، ياخد الكرة من الباك يسلمها للباك، فمش واحد بيلف وشه الناحية التانية يقرر إن هو يعمل فنت يروغ واحد والتاني فينقل لك الكرة للناحية التانية. لا اله الا الله، يعني بيأكد اللي انا بما بقوله. يعني كواليتي اللعيب، إحنا عندنا مشكلة في الكواليتي نفسها؟ اه احنا عندنا طبعا مشاكل، عندنا في مشكلة الكواليتي في نص بس الملعب، في كل ده، كواليتي نص كل الملعب ده برضو لا ينسحب على ماتش غينيا، لأن هي غينيا مش بعبع، وده انا بس قصدي. ففي الاخر لو انا متفق مع تامر، فانا متفق معاه في ان اوكي احنا اصل الكلام اللي بينا ما كانش فكره هو منتخب مصر عنده رقم 6 ولا لا، كان اصل الكلام بينا او اصل النقطه بينا ان انت شايف ان كابتن ايهاب كان صح انه ما يغامرش، انا كنت شايف انه يغامر من اول الماتش. فده ده الخلاف. انما لو بتتكلم، خلي بالك انت قلت الاجابه من انت بتتكلم، بتقول كابتن ايهاب ملك الريسكات صح؟ طيب يا زيزو انت بتطلب منه انه يلعب بقفشه وابراهيم عادل صح؟ ده اللي انت قلته. خلي بالك خطر جدا، اولا ابراهيم عادل اول مباراه يلعبها مع منتخب مصر، ثانيا سنه صغير، اصعبها على نفسي ليه؟ خاصه ان انا عندي لعيبه كتيره قوي اصحاب خبرات، يعني مكان ابراهيم عادل ده في ثلاثة عندهم خبرات اكتر من ابراهيم عادل، يعني هو كان هيبدا المباراه بتريزيجيه، اتصاب وهو بيسخن، قام حاطط مين؟ حط زيزو، برافو عليك، عنده خبرات. لو لما حب يطلع زيزو في الاخر نزل ابراهيم عادل، لكن كمان مرموش قبل، خلي بالك لما نزل مصطفى محمد رجع مرموش في مكانه الطبيعي كوينجر ناحيه الشمال، عمل فاول على منتخب مصر كوينج ليفت، يبقى تريزيجيه مرموش، فبالتالي عمر مرموش او ابراهيم عادل كانوا هيبقوا شبه بعض. ريسك عالي قوي تلعب في التشكيله، في التشكيله يعني بتاعت 86 كان الكابتن محمود الخطيب مهاجم، كان اللي بيلعب في نص الملعب كان كابتن طاهر ابو زيد. ايوه انا انت انا اقول لك التشكيل، كابتن ثابت الله يرحمه، علي شحاته، لا استا قلت كان رقم محمد 10 كان محمد عمر، كان مجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد، وكان أيوة احيانا طارق يحيى. محمود الخطيب كان هو صانع الالعاب، ايوه طبعا هو اللي كان بينزل اوقات كتيره جدا يلعبك كوره، بس كان يحط الكابتن مصطفى عبده وبعدين كان نجم البطوله دي كان كابتن طاهر ابو زيد. انا ما قلتش كان نجم البطوله، انا ما قلتش حد كان نجم البطوله، ولا قلت كان اوحش واحد في البطوله، انا بقول لك ان كان عندك بدل اللعيب 3 و4، انت كان عندك حتى علاء ميهوب قاعد بره يعرف يلعب 10، انت كان عندك طاهر طبعا مع حفظ الالقاب طبعا كله كباتن، محمود الخطيب، كل دي لعيبه تقدر تلعبك كوره. ماشي طيب، سيبك من ابراهيم عادل، مجدي قفشه انت بتدور على رقم 10 طبعا. طيب في ماتش غينيا احنا ما بنتكلمش، خد بالك لو بتقولي مثلا ماتش السنغال هقول لك انا ما العبش بمجدي قفشه 10 لانه محتاج وقت على الكوره ومفيش وقت في الـ في الـ في القوه البدنيه بتاعت السنغال، بس دي غينيا. ايوه برضو انتوا، انا سالت سؤال له علاقه بالكواليتي بتاع اللعيبه، فانتوا الاثنين قلتوا لي اه احنا عندنا مشكله في الكواليتي بتاعت اللعيبه. طب لما انا عندي مشكله في نص الملعب، هل في حاجه تمنع يعني عيب مثلا ان انا العب على الكره الثانيه؟ اه ما هو لا طبعا ما فيش حاجه بالنسبه لي تمنع. وعلى فكره اصل اللعب على الكره الثانيه ده محتاج شراسه برضو. صح محتاج انت الكره هتوجهها في اي حته وهترمي اللعيبه بتاعت نص الملعب في انهي مكان، لانه ده مطلوب منهم ان هم صح هياخدوا الكره الثانيه وينقلوه خلاص بقى مع الجانب الهجومي. بس طموح الجمهور، هل ده عيب؟ الناس بتستعيب ده يعني؟ طب ما انا هقول لك اهو، هيكتور كوبر ايه رايك فيه؟ مدرب كويس طبعا. ايوه بالنسبه بقى للناس، هو مدرب عقيم من الناحيه الهجوميه، فانت الناس ايه دخلت في جدل على هيكتور كوبر برغم انه وصلك كاس العالم وصعد بيك لنهائي كاس الامم صح، ونفس الجدل على كارلوس كيروش، نفس الجدل على كارلوس كيروش. فانت بتتكلم في ان طموح الجمهور بقى ان احنا نلعب كره حلوه، فهو السؤال هو طموح الجمهور ده قابل للتحقيق بالجيل الحالي ولا غير قابل للتحقيق؟ حلو السؤال ده. طيب حلو، محمد عبد المنعم جه منين؟ الاهلي. جه فجأة؟ لا قصدي يعني لما ظهر في البطولة ظهر فجأة. فجأة وبقى دلوقتي الناس بتقول ده لعيب جلال عنده حق ان هو ما يعاني من بناء اللعب، لان محمد عبد المنعم مش موجود له اصلا، طلع اول امبارح يعني. ماشي، فانت بتتكلم في ان ابراهيم عادل ده جاي منين؟ فجأة في جيل مش بطال، بس مع كابتن ايهاب جلال بقى انا مستني الحاجات اللي بتختصر الزمن. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى قام جاي بيب جوارديولا في مره من المرات وقام شايط يا توري بره الفرقه التشكيل الاساسي ومصعد بوسكيتس، لان هو ده دماغه، مين بوسكيتس ده محدش يعرفه طالع من فريق بيه. دي حاجه اختصرت الزمن للطريقه اللي عايز يلعب بيها ايهاب جلال. فامام عاشور هو كان نتاج لمغامره مشابهه بالنسبه لكارلوس كيروش، احمد رفعت وابراهيم عادل لما استخدمهم واستدعاهم في المنتخب وكل التقارير كانت بتقول ان هو معجب قوي بابراهيم عادل وشايفه نجم المستقبل. طيب نجم المستقبل لو ما لعبش قدام غينيا هيلعب امتى؟
يعني ايه الماتش بقى المناسب لنجم المستقبل يلعبه؟ ايوه يا زيزو، في فرق. انت بتتكلم على الكيس بتاعت محمد عبد المنعم مع كارلوس كيروش، الراجل اخده البطوله العربيه اللي هي في الاول وفي الاخر هي بطوله وديه، والراجل كان اعلن يعني ماتش هينيه اعلنها في كاس الامم اللي بيصعد اول ماتش يا زيزو الكابتن ايهاب جلال. ريسك عالي جدا. طب والريسك الراجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم انا يا زيزو خلي بالك يا جماعه، قلت كابتن ايهاب جلال ولا من اهلي ولا من الزمالك، خلاص يعني ملوش ظهر جماهيري، ده واحد. رقم اتنين، اول مباراه ليه وجاي بعد اعتراضات كتيره جدا. هو انا بس فكروني عشان لو انا ناسي، هو ياسين هو اللي لعب البطوله العربيه؟ ياسين لعب البطوله العربيه، منعم لعب في افريقيا، لا ولعب في البطوله العربيه في اخر في اخر البطوله، لعب في اخر البطوله العربيه، اخر البطوله العربيه قدام قطر. فإذا اتجرب ثانيا في بطوله وديه بدا بيه، ثالثا بقى وده الاهم بالنسبه لي، لما كارلوس كيروش ادى لعبد المنعم، هي ما كانتش اول مباراه لكيروش كمدير فني يعني، هو أيوة كان أيوة. لكن لا انت بتطلب من كان لا لا التاني كان سفاح يعني. ماشي سفاح يعني. لكن انت النهارده بتتكلم في مدير فني اول مباراه ليه اللي هو كابتن ايهاب جلال، بتطلب منه ان هو ياخد ريسك غير اصلا المعطيات اللي معطله. فين الريسك؟ ما انت بتقول عاوز مثلا يرمي ابراهيم عادل من البدايه، الريسك في الفاصل. مجدي قفشه يا سيدي، بلاش ابراهيم عادل، الريسك في الفاصل. طيب خلاص انت ابراهيم عادل اللي مزعلك، زيزو عادي جدا، واديني بس مجدي قفشه فكها يعني، قصدي الريسك في الفاصل.